بس نقدر نتكلم عنه اليوم هو مقدمات مسلسلات رمضان اللي الكل يتبارى انه يكون عند المقدمة بالصوت الفلاني والمقدمة بالصوت الفلاني وبالنجم الفلاني وانه يطلع فكرة جديدة وانه يسوي هذا. عموما احنا تعودنا فيه في رمضان بالذات ان الناس تبدع اكثر في المقدمات الغنائية اللي تصير في المسلسلات او في البرامج او او او, أو.